الأسبوع الماضي كله كنا بنتابع أخبار فيروس كورونا لحظة بلحظة، وكنا بنتابع كمان حركة المصريين من ووهان اللي هي المدينة اللي حصل فيها الفيروس لغاية ما رجعوا إلى مصر، واتكلمنا على إنه اللي رجعوا على الطائرة ساعتها كانوا 297 مصري، وقلنا إنه على طول أول ما رجعوا دخلوا على الحجر الصحي لمدة 14 يوم لغاية ما يتم الاطمئنان عليهم علشان يعني ما ينقلوش العدوى إذا ما كان في لا قدر الله حد فيهم مصاب بأي حاجة. أعتقد عدى 7 أيام أو أقل، 5 أيام من أيام الحجر، لكن وصلت لنا النهاردة صور للمصريين من داخل الحجر الصحي في مطروح. الناس خلاص يعني تكيفوا وتأقلموا، وطبعا لأنه كمان في أطفال، يعني في أطفال كانوا من الأسر العائدة من هناك، فيعني بيحاولوا يوفروا لهم جو طبيعي، إنه مش حجر صحي بمعنى سجن يعني، لعب للأطفال. في كمان مجموعة من السيدات الحوامل اللي موجودين في هذه البعثة، فالناس بتحاول تمارس حياتها بشكل طبيعي، وإن شاء الله تعدي الأيام الجاية على خير ويرجعوا تاني لأهلهم. معانا من داخل الحجر الصحي الأستاذ أحمد، أو الدكتور أحمد نبيل، واحد من المصريين المتواجدين هناك. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا سليمان، ومساء الخير عليك وعلى البرنامج الجميل، مساء النور. ونشكركم على اهتمامكم بينا. احنا مهتمين بيكوا طول الوقت، وواضح من الصور ان انتوا الحمد لله يعني الايام بتعدي على طول والدنيا لطيفه، يعني مش حجر صحي بالمعنى ان انتوا محبوسين، لا انتوا بتمارسوا حياتكم بشكل طبيعي لكن في منطقه منعزله حمايه لكم وللاخرين. اكيد طبعا، والله احنا يعني احنا متاكدين طبعا ان ما حدش فينا مصاب، لان احنا اوريدي كده كده الحمد لله معمول علينا تشيك كامل بوستين قبل ما نخرج، ولو كان في شك لاي حد ان هو مصاب ما كانش هيخرج، بس كان ده كان اجراء تاميني للناس اللي موجوده في مصر، اجراء احترازي بحيث ان لو في اي حاجه ظهرت يبقى الموضوع سيفتي اكتر يعني. ولكن احنا بنطمن كل الناس ان احنا هنا كلنا كويسين ومبسوطين جدا باهتمام الدوله المصريه بينا، وتغيير المفهوم ده حاجه احنا اكتسبنا حاجه كبيره قوي من الحجر الصحي، ان المواطنه والاليات الجديده اللي بتعمل بيها الدوله المصريه اختلفت كتير عن زمان. الشعور اللي الناس كلها بتحس بيه النهارده، كلمه تحيا مصر بقت طالعه من القلب، وده اللي دايما وابدا هيكون موجود. اهتمام الدوله بينا ده حاجه يعني حاجه رائعه طبعا جدا جدا جدا، وبشكر سياده الرئيس وبشكر معالي وزاره الصحه على الاهتمام الرائع اللي موجود هنا والتنظيم فوق الخيالي. طيب طمني عليكم، يعني انا عارفه ان في مجموعه من السيدات الحوامل، في اطفال، هل في دايما رعايه طبيه لاي حد محتاج متابعه طبيه طول الوقت؟ بتكلموا اهاليكم طول الوقت ولا لا؟ بالنسبه لمكالمات التليفون احنا اوريدي استلمنا خطوط تليفون من ثاني يوم كنا موجودين فيه هنا، والخطوط فيه مجانا مشحونه من شبكه وي. وبالنسبه للتشيك الطبي احنا كل يوم بيتعمل علينا تشيك طب فحص طبي كل يوم حوالي 3 مرات. بالنسبه للاطفال والاكتيفيتي اللي موجوده احنا في تواصل، ده برضو من ضمن الحاجات اللي يعني الرائعه اللي موجوده هنا في المكان، ان في 2 شباب هم المسؤولين عن المكان، الدكتور احمد السبكي وده مساعد وزير الصحه، ده موجود معانا بصفه مستمره وتواصل على طول. اي حاجه يعني حتى حضرتك هتنتظر قريب حاجه حصريه اهي، في بارتي هيتعمل للاطفال تحت رعايه الانفكشن كنترول طبعا، يعني بحيث ان هم ينظموا الموضوع. هنعمل عيد ميلاد للاطفال اللي هم موجودين. صح كده، لانه حرام يعني اطفال صغيرين مش فاهمين حاجه، فيعني لا نحسسهم اي ان حاجه الدنيا لطيفه ما فيش حاجه يعني. اي حاجه احنا بنطلبها من الدكتور احمد السكي او الدكتور احمد حماد بتتنفذ حالا، يعني اي العاب اطفال اي حاجه اوريدي كده كده موجوده يعني. وعدى كام يوم من ايام الحجر الصحي؟ ده على حسب بيحسبوا لنا، ما في كلام يحسبوا لنا من يوم الطياره، من يوم ما ركبنا الطياره، ولا من من يوم يوم ما حد، وصلتوا مصر، ولا من يوم ما وصلنا، لسه احنا في خلاف على هذا الامر هو يعني. الفرق يوم يعني مش كبير يعني. هتبقى فرق يوم يعني. تمام، ان شاء الله يعدي، تعدي على طول الايام، واهم حاجه تبقى صحتكم تمام وترجعوا تاني تمارسوا حياتكم الطبيعيه، وبس كنا حابين نطمن عليك، ويا ريت تبلغ تحياتنا لكل المتواجدين عندك. بشكرك لا شكرا حضرتك طمني جزيلا. وطمني شعب مصر كله ان مصر ما فيهاش كورونا، مصر كورونا جمعها، جمع الشعب المصري وجمع الناس على حب الوطن. شكرا دكتور أحمد نبيل، أحد المصريين المتواجدين في الحجر الصحي في مطروح.